مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير بريوش بزبيب. بريوش مثل المحلات، شايفين شكل كتير رائع وبعجينه قطنيه وكتير كتير طيبه من اول تجربه وناجحه 100%. شايفين من عجينه كتير روعه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. حطينا كوب حليب فاتر، ربع كوب زيت نباتي، ملعقتين طعام سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة خميرة، بياض بيضة، خلطهم شوي مع بعض. ضيف 3 أكواب طحين، كوب، 2، 3. حطيت 3 أكواب طحين، بعجنهم بالعجينة وفيكن إذا بدكن بتعجنوهن على الإيد. خلصنا من عجن العجينة، هلأ بشيلها بحطها بجاط. بحط العجينة بمكان دافي حوالي ساعة ليضاعف حجمها. هيدي العجينة بس ضاعف حجمها عنا. هلا بدنا نباشر بتشكيلها. شايفين ما شاء الله عجينة كتير مرتبة. بحاول اقطعها قطع متساوية. بس عملتها بولات بهيدا الشكل، تقريبا بولات متساوية. هلا بدنا نكفي طريقة التشكيل. عملت العجينة بهيدا الشكل، هلا بدهنها بالزبدة. حطيت زبدة، بحط زبيب. وهلا بلفها بهيدي الطريقة.
بقصها بهيدا الشكل. بعملها بهيدي الطريقة، بس يهر زبيبي بنرجع بنحطهم. شايفين كيف؟ بهيدي الطريقة بحطها على ورقة الزبدة. بنشكل وحدة تانية كمان. شكلت العجينة بدهنا زبدة كمان زبيب نفس الطريقة. وإذا بتحبوا القرفة كمان بتزيدوا رشة خفيفة من القرفة فوقهم. حطينا زبيب نفس الطريقة بنلفها. بقصها بالسكينة. طريقتها كتير بسيطة. كمان بحطها على ورقة الزبدة. بس حطيتهم على ورقة الزبدة بهيدا الشكل. هلأ بحطهم بمكان دافي يرتاحوا حوالي نص ساعة. صفار البيضة اللي عنا حطيت فوقه ملعتين طعم حليب، وبحط شوية صغيرة فانيلا. حطيت حوالي ملعقة صغيرة فانيلا. بخلطهم منيح مع بعض وبدهن وجه البريوش. بيعطي شكل ولون كتير حلو للمعجنات. عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هلأ بحطهم بالفرن. هول البريوش أخدوا بالفرن 8 دقايق. هيدا الشكل النهائي من الأسفل من الأعلى. واو، عجينة طرية وكتير كتير فلافي. شايفين؟ بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.